نرجع تاني لعم شخليلة. عم شخليلة عازف الزغلول، قلنا قلنا احكي لنا حكايتك. انا كنت ماشي جنب شجرة الموز، وبعدين كنت سايح في دمي وجنبي صباع موز. هو انت بتعمل ايه؟ ده بتقرا ايه؟ ده ايه ده؟ ده السكريبت. مين اللي كاتبه لك؟ ما انا كاتب له الحوار يا سيدوني عشان ما ينساش ونعيده من الاول. على اساس ان دي هتعدي عادي؟ ما عدت مع جباسكي عاد، وعدت على الفيفا كلها، وهنشيلها في المونتاج. مونتاج ايه يا حيوان؟ انت مش فاهمك في التكنيك. اسكت. هات. لا لا هات. خلي بالك الدملة التانية يمين. حكايتي مع شجرة الموز. ايوه خلاص يا سيدي. أجرس هو الكل في الكل، لأنه هو اللي ربنا يخليك. أنت بتشكر في نفسك؟ ما أنت اللي كاتب يا متخلف. لازماً الناس تحبني أكتر من جوني؟ شوية. السواد كله طالع طالع طالع. في يوم من الأيام هحقق حلمي واشتري الدوار واشغل جوني مرمطون. يعني مرمطون؟ يعني بس مهندس كينج الملك المرمطون ده مشهور قوي. انا هشوف في جوجل وهعرف، وهخش الوسط الفني، هقعد احمد عز وهند صبري. هند صبري مالها؟ هتقعدها ليه في البيت؟ هقعدها عشان هتجوزها، هستتها يعني. انت كذاب. انت لو كانت نيتك سليمه وسالكه كنت كتبت اتجوزها، انما انت اسود من جوه، وكل ده في ازازه ربع لتر. امال لو 2 لتر كنت هتعمل اعمال عليها؟ كمل كمل يا عم شخليلة، احكي لنا قصتك. بس ونسيت كل حاجة، وما بقاش لي أصحاب خالص غير العنزتين دول والفرفرة فيه. او ماي جاد او ماي جاد. بيعد؟ لا ما تخافش، انا رابطه ومستأنس. وده بتأكلوه ايه بقى؟ جيجا ولا جبنة؟ حتة جيجا صغيرة. طيب اوكي وريفر. كمل كمل. زي ما قلت لحضرتك نسيت كل حاجة، ما بقيتش فاكر غير الحدوتة اللي حكاها لي جدي. يا ترى ايه هي؟ جدي زمان كان نظره شيش بيش، راح عمل عملية الليزك وفشل. قالوا له انت هتدخل موسوعة جينيس كأول عملية ليزك تفشل في التاريخ. خابر جدي عملي دخل الموسوعة؟ لا دخل الموسوعة اللي جنبها. ايه دي؟ دي قصة ولا اختبار ذكاء ولا كوميكس؟ كوميكس يسمع من بوجك ربنا. لا دي قصة حقيقية. جدي دخل عشان ما بيشوفش، وكان داخل الموسوعة فدخل جنبها عشان ما بيشوفش. عشان لقطها. قلت لي على اساس ما بيشوفش يعني. ولا حاجة. لا ولا حاجة. يعني انت طلعت الماوس على النفار واكلناه الجيجا ومشيناه، عديتها واكلته الجيجا، انما جدك من الثلاثينات بيعمل ليزك ما كانش في بنادول من اساسه. بنادول ايه؟ ما كانش في حتى بطاطس. كان في كان في كان في بطاطس. انت بتعمل ايه يالا؟ انا باخد سيلفي مع المعزه. جوز تفهين اتلموا، خلوني اخلص الفيديو.